زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير، يعني صفقتين محسن وطبعا عصران معانا في الاستوديو، وكمان تجديد لعبه، عوده بعض اللاعبين المعارين، اكيد الفريق هيكون فيه تدعيمات كتيره الفتره دي لان داخلين على موسم اكيد هيكون اقوى من الموسم الحالي. محمد قول لي بقى التجديد مش ازاي، امتى النادي الاهلي يتكلم معاك، كلمني عن البدايه. البدايه كنت ساعه توقف فيروس كورونا، كان من سنه وثلاث شهور او اربع شهور. كنا واقفين خالص، ما بنتمرنش ولا اي حاجه، فكان كابتن احمد صلاح طبعا وكابتن جمعه كنت بطلع نتمرن معاهم، وسعيد كان معانا برضو، كنا بنطلع نتمرن يعني ما كناش واقفين. فساعتها بقى كانت ايام كورونا. كانت ايام كورونا. كنتوا بتتمرنوا فين؟ قدام بيت احمد صلاح كده فوق. كنا كانت جنينه كده وبنتمرن فيها، وجبنا ملعب يعني وكده. اللي ما يعرفوش ساده المشاهدين ان عصران كان او هو من ناشئين طلائع الجيش، سوري، من شباب الدخان مع احمد سعيد، فهم الاثنين يمكن زملاء ملعب. معلش انا بوضح الحته دي عشان الناس مستغرب ليه احمد سعيد. اتفضل يا كابتن. بس فاحمد صلاح، كابتن احمد صلاح طبعا اتكلم معايا وشارني يعني في الموضوع، وكابتن جمعه، فانا رحبت الموضوع على طول ووافقت. ساعتها بقى كابتن. طب دي كانت امنيه ليك قبل كده؟ يعني طبعا كنت حابب تيجي اي حد يتمنى طبعا يكون في النادي الاهلي، وفرصه يعني اكيد محدش ينفع يرفضها بصراحه يعني. فوافقت على طول. كابتن ميدو مصلحي طبعا كلمني، كنت مبسوط جدا يعني، فوافقت على طول يعني من غير اي نقاش يعني ولا اي طلبات. طيب الموسم ده وانت خلاص مع طلائع الجيش وخلاص تمام، يعني اتفقتوا على التوقيع، يعني كلمني بقى على خلاص النهائيات، انتوا اتفقتوا من الاول اهو تمام النهائيات بقى خلاص، قالوا لك امتى تعالى وهنوقع ازاي، يعني قول لي بقى التفاصيل دي. هو بصراحه كانت سريه بس ما شاء الله اتفضحنا بقى، ف الناس ما تسيبش حد في حاله يعني. لا طبعا اكيد، بس خلي بالك الصفقات دي بتيجي بعد الموسم خلاص، بتبقى معروفه كل حاجه او اثناء الموسم، نهايه الموسم اللي قبله. وانا بصراحه كابتن ابراهيم فخر الدين يعني صاحب فضل عليا، فاول ما حصل المفاوضات دي انا قلت له على طول بصراحه، وقلت له يا كابتن اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي ووقف جنبي بصراحه، و ما عرضش. ما عرضش بصراحه، ويعني ما لعبت عادي مع الفريق، ما كان هم يعني وصلت معاهم تالت كاس وتالت دوري. الحمد لله تالت كاس وتالت دوري طبعا. كلنا كنا صغيرين. كلنا كنا صغيرين ما عدا عمر نجيب تايسون، كان الوحيد اللي عنده 29 سنه 30 سنه يعني، ده اكبر واحد فيه. التوقيع اهو كمان ضحك وهزار بتاع. الصراحه كابتن ايمن يعني اعرفه، حاسس الدنيا غريبه. كابتن ايمن طبعا اعرفه من بدري، وكابتن ميدو مصلحي برضه كنت معاه، متواجد معاه في المنتخب لما كنت منتقل لنادي الجيش، فالعلاقه كويسه يعني بصراحه مع اللاعبين والجهاز يعني. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك والله. اكيد عيب وانت جاي من تمرين المنتخب دلوقتي.